عند احد قنوات الري الصغيرة، كان شلال، وهنا هذا التجمع في كل حراسين. الحين من جينا احنا على طول تخبى وسط الطحالب. ممكن تبين شوية الحراسين. هذا من الحياة الفطرية. في مثل هالقنوات وجود الحراسين، وجود الضفادع، وجود الحيوانات المائية تنتج سماد في القناة، والماء هذا يروح بعدين إلى المزارع ويسقي المزارع. فهذا سماد طبيعي ومجاني للمزارعين. المفروض المزارع أول من يهتم بالحيوانات هذه اللي في قنوات الماء، السلاحف، الضفادع، الأسماك، لأنها تنتج له سماد مجاني وعضوي وطبيعي ونيتروجين عالي بالنيتروجين، مهم حق نمو النبات. القناة فيها حراسين شوي صغار. تعال تعال شوف الحراسين. وش حراسين؟ ما اعرف حراسين. وش الحراسين يا احمد؟ حراسين الاسماك الصغيرة. الاسماك الصغيرة يعني 50 دوم يبيلها. تعرف الحرسون يا ربوي؟ جيني بواحدة. تعرف ايش يسموها هذه الصغيرة؟ السمكة الصغيرة. هاي يسموها الواحدة يسموها حرسونة. المجموع يسموها حراسين. هذين حراسين. الحراسين جزء من الحياة الفطرية ولها دور كبير جدا. حتى المزارعين يحتاجون الحراسين هذه. الحراسين في العادة تعيش في قنوات الري اللي هو الماء اللي يروح يسقي المزارع. فالأسماك هذه فضلاتها تسوي سماد حق المزارعين، وتأكل البعوض وتأكل الحشرات، فتقلل أمراض النباتات. وجودها جدا مفيد. الأسماك هذه والضفادع نصيد معك. شلون نصيد واحدة؟ لا ما نصيد، ما نصيدهم، نخليهم تعيش برا الماء. ما تعيش برا الماء، نخليهم هنا. فايدتهم في مكانهم في الماء. برا الماء تموت، ما نستفيد منها. خلينا نخليهم في الماء. يعني يلا يلا يلا.